كابتن محمد السباعي، ايضا مع الجانب الاخر الكابتن طلعت محرم مدرب فريق المقاولون. كابتن طلعت، مرحب بيك عبر شاشه دي ام سي سبورتس. النهارده مباراه صعبه امام فريق بتروجيت، والفريق يعني يمر بنتائج غير جيده، فريق المقاولون. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بمسي على الكابتن السباعي وضيوفه. هو ماتش صعب بالنسبه للفريقين، انت عارف بتروجيت والمقاولين تقريبا الاثنين في بونت واحد، اللي يكسب برضه هتفرق معاه في المركز. احنا يعني اتكلمنا برضه مع الولاد والكابتن عوده ورئيس النادي المهندس محسن والمهندس محمد عادل، اتكلموا مع الولاد ان احنا عايزين نفنش بشكل كويس في الكام مباراه اللي باقيين، خاصه ان احنا في الدور الاول ادينا عروض كويسه جدا، وبرضه في ماتشات كتير في الدور الثاني زي الاسماعيلي والانتاج وفرق كتير قدمنا فيها. حصل تباين يا كابتن. يعني ده جاي تحت ظروف كتير، توفيق عناصر مهمه جدا بتبقى في الملعب بالنسبه للفرقه. الناحيه الثانيه في اصابات، يعني النهارده عندنا اصابات كتير، عندنا اسلام فؤاد وعندنا ابراهيم صلاح وعندنا احمد علي البكرايت وعندنا وفاروق محمد فاروق مصاب، يعني جت من ضغط المباريات. النهارده الاداء هجومي ولا في يعني توازن ما بين الدفاع والهجوم؟ والله احنا انت عارف احنا من اول الموسم يمكن كورتنا فيها شيء كبير من الناحيه الهجوميه، لكن النهارده انت شايف الهواء يعني في مشكله، الهواء شديد شويه في الملعب، فان شاء الله يعني ربنا يسهل والولاد ينفذوا اللي الكابتن عوده قال عليه في المحاضره. يعني بالتوفيق يا كابتن. شكرا. مشاهدينا الكرام، دي كانت لقاءات ما قبل المباراه مع الكابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق بتروجيت، والكابتن طلعت محرم مدرب فريق المقاولون العرب.